بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نموذج للقرائية للصف الأول الابتدائي من درس بقرة جدي. أولا التهيئة للدرس. التهيئة هو الدرس عن البقرة، وأن باسم زار جده في الحقل، وذهب إلى الحقل فوجد البقرة مريضة. هذه هي البقرة، صورة للبقرة، والبقرة لا تأكل فعرفنا أنها مريضة. النموذج للدرس قراءة للفقرة الأولانية من الدرس، ويقرأها المدرس فقط. زار باسم جده يوم الجمعة، فرح الجد. ذهب باسم إلى الحقل، لاحظ باسم أن البقرة لا تأكل. قال باسم لجده: هل البقرة مريضة؟ بنقرأ النموذج مرة تانية بس بطريقة أسرع شوية. زار باسم جده يوم الجمعة، فرح الجد. ذهب باسم إلى الحقل، لاحظ باسم أن البقرة لا تأكل. قال باسم لجده: هل البقرة مريضة؟ نشرح النموذج اللي قريناه. باسم زار جده يوم الجمعة. متى زار باسم جده؟ يوم الجمعة. فرح الجد بزيارة باسم. ذهب باسم إلى الحقل. ماذا لاحظ باسم عندما ذهب إلى الحقل؟ لاحظ أن البقرة مريضة ولا تأكل. فسأل باسم جده: هل البقرة مريضة؟ ممارسة مستقلة هيقرأ التلاميذ لوحدهم، لكن قبليها ممارسة موجهة هنقرأ مع بعض، يعني التلاميذ هيقروا معايا. هنقرأ الأول مع بعض، وبعد كده هيقرأ التلميذ الشاطر فالأقل. نقرأ الأول بقى ممارسة موجهة التلاميذ معايا. يلا اقروا معايا. زار باسم جده يوم الجمعة، فرح الجد. ذهب باسم إلى الحقل، لاحظ باسم أن البقرة لا تأكل. قال باسم لجده: هل البقرة مريضة؟ ممارسة مستقلة، يقرأ التلميذ المجيب فالأقل إجابة. اقرأ التلميذة. زار باسم جده يوم الجمعة، فرح الجد. ذهب باسم إلى الحقل، لاحظ باسم أن البقرة لا تأكل. قال باسم لجده: هل البقرة مريضة؟ عظيم، أحسنتي. الفقرة التالية شرح للفقر النموذج. الجد قال: نعم يا باسم، فالبقرة مريضة، وسوف يأتي الطبيب ويعطيها الدواء. وعندما جاء الطبيب وأعطاها الدواء، لاحظ باسم أن البقرة تأكل. فرح باسم وفرح الجميع. ممارسة موجهة، هنقرأ مع بعض. يلا يا ولاد. قال الجد: نعم يا باسم، وجاء الطبيب وأعطاها الدواء. وبعد يوم لاحظ باسم أن البقرة تأكل. فرح باسم وفرح الجميع. أحسنتم، برافو عليكم، مع تصحيح للأولاد طبعا والتشجيع. ممارسة مستقلة، هيقرأ التلميذ المجيد فالأقل إجابة. يلا التلميذة المجيدة. قال الجد: نعم يا باسم، وجاء الطبيب وأعطاها الدواء. وبعد يوم لاحظ باسم أن البقرة تأكل. فرح باسم وفرح الجميع. أحسنتم، عظيم، بارك الله فيكم. المفردات والمعاني على الدرس. فرح يا أولاد يعني سرة. فرح باسم سرة عندما ذهب إلى الحقل. جاء حضرة، جاء حضرة. بنطلع أسئلة مباشرة على الدرس وأسئلة غير مباشرة. الأسئلة المباشرة اللي إجابتها عندنا الأسئلة مباشرة وأسئلة غير مباشرة. الأسئلة المباشرة اللي إجابتها بنعرف نطلعها بسهولة من الدرس. الأسئلة الغير مباشرة اللي بنفكر فيها شوية، والأسئلة دي عبارة عن تطبيق على الدرس عشان نعرف التلميذ المتميز من التلميذ غير المتميز. يبقى احنا عملنا على الدرس، عملنا تهيئة، وعملنا نموذج، كتبنا الدرس على السبورة وقرينا الدرس، عملنا ممارسة
موجهة قرينا مع بعض وعملنا ممارسة مستقلة، قرا التلاميذ، قرا التلميذ المجيد فالأقل إجادة، طلعنا المعاني الصعبة للأولاد، وهنعمل تطبيق على الدرس. التطبيق بتاعنا سؤال مباشر: متى زار باسم جده؟ الإجابة هنلاقيها موجودة في الدرس مباشرة: زار باسم جده يوم الجمعة. الأسئلة غير المباشرة اللي هنفكر فيها: البقرة، نقط: مريضة، سعيدة، حزينة، البقرة مريضة. أكمل: البقرة لا تأكل. أحسنتم، ده تقويم على الفهم القرائي والطلاقة في قراءة الدرس. الأصوات، الأصوات بنطلع الحركات القصيرة والحركات الطويلة من الدرس. الحركات القصيرة وهي الفتحة والضمة والقصرة، أما الحركات الطويلة فهي المد، وإحنا عارفين إن المد عندي مد بالألف ومد بالواو ومد بالياء. ودي كانت تهيئة، عرفنا الحركات الطويلة والحركات القصيرة. النموذج، النموذج اللي هي الكلمات اللي موجودة عندي ومتشكلة بحركتها، ودي اللي هقراها لوحدي: الجد، جاء، الجد، الجيم عليها فتحة، أم دي حركة قصيرة، أما جاء الجيم عليها فتحة وبعديها مد بالألف يبقى كده مد وممدود، فهذه حركة طويلة، يبقى النموذج أنا قريته لوحدي، أما الممارسة المواجهة هيقروا معايا الأولاد. يلا يا أولاد: بس بس باتو، بس بس ماتو، بس باتو، باسمو، باسمو، فرحة، مريضة. بس تقرا بس بس باتو، بس به، حركة حركة قصيرة، قصيرة حركة حركة قصيرة، قصيرة. باسمو معايا أولاد، باسمو، حركة حركة طويلة. دي ممارسة موجهة، الأولاد بيطلعوا معايا الحركة القصيرة والحركة الطويلة. ممارسة مستقلة: فرحة، هيقول التلميذ لوحده، دي حركة إيه؟ قصيرة، ودي طريدة، حركة طويلة. أحسنتم. التطبيق على جزء الأصوات، إن نطلع الأولاد الحركة القصيرة والحركة الطويلة من خلال الدرس. يرجع للدرس طلع كل الحركات الطويلة والحركات القصيرة. ننتقل إلى جزئية أخرى من الدرس وهي الأساليب. الأساليب عندنا درس أسماء الإشارة. التهيئة، يعني إيه أسماء الإشارة؟ أسماء الإشارة إن أنا بشاور على حاجة، هذا، أشاور هذا للمفرد المذكر، هذا ولد، هذا فصل للمفرد المذكر، هذه للمفردة المؤنثة. ده النموذج لأسماء الإشارة اللي أنا بقوله لوحدي للأولاد، هذه للمفردة المؤنثة، هؤلاء لجمع العاقل بنوعين، يعني جمع الأولاد اللي جمع المؤنث وجمع المذكر، هؤلاء معلمون، هؤلاء معلمات. دوت النموذج. ممارسة، ممارسة مستقلة هنحل مع بعض. أول مثال: ضع هذا أو هذه أو هؤلاء. هي مش مكتوبة بس احنا حاطينها تحت. نقط: بقرة جدي، بقرة جدي، هتبقى بقرة مريضة، بقرة مريضة، عفوا، هذه بقرة مريضة. معايا الولاد ممارسة موجهة معايا: هذه بقرة مريضة، هذه بقرة مريضة. ممارسة مستقلة الأولاد يحلوا لوحديهم. طبيب، طبيب باهر، هذا طبيب باهر. أحسنت، عظيم. تلاميذ مجتهدون، هؤلاء تلاميذ مجتهدون. أحسنت، بارك الله فيكي. تدريبات أخرى على الأساليب ممكن نحلها مع بعض في على الدرس. لاحظ باسم أن البقرة لا تأكل. قال باسم لجده: هل البقرة مريضة؟ ده نموذج للتدريب على الأساليب. هنحله مع الأولاد. كلمة بها مد بالألف: باسم. أحسنت. كلمة عليها شدة: لجده. كلمة بها لام قمرية: البقرة. كلمة بها حرف ساكن: تأكل. كل، عظيم. كلمة عليها تنوين: مريضة. حرف جر: اللام. وهذا من خلال النموذج اللي موجود عندنا فوق بيحلوا التلاميذ.
شبكة المفردات على الدرس. قلنا شبكة المفردات وهذه تهيئة للدرس. شبكة المفردات هي كل ما يتعلق بالكلمة الموجودة في الدرس، تهيئة للأولاد، نعرفهم يعني إيه شبكة مفردات، أطلع كل ما يتعلق بالكلمة، يعني بعيد عن الحق لو قلت ثلاجة، إيه الموجود داخل الثلاجة يا أولاد؟ كل ما يتعلق بالثلاجة، هلاقي عصير، هلاقي أكل، هلاقي فاكهة، هلاقي جبن، هلاقي ألبان، دي اسمها تهيئة، عرفتهم شبكة المفردات. النموذج هو الكلمة الموجودة عندي داخل الدائرة. النموذج الحقل، الحقل هنطلع الكلمات المتصلة بكلمة الحقل. ممارسة مستقلة موجهة، عفوا ممارسة موجهة، الأولاد هيقولوا معايا ما يتصل بالحقل يا أولاد؟ يلا، شمس، أشجار، بقرة، طيور. طبعا الطيور أنواع كثيرة، ممكن دجاج، وزن، أحسنتم. موجهة، عظيم، برافو عليك. ممارسة مستقلة، الأولاد بقى يقروا لوحديهم. هي ما يتصل بالحقل يا أولاد؟ شمس، أشجار، بقرة، طيور. عظيم، أحسنتم. تطبيق على شبكة المفردات للدرس، ممكن نطلع كل ما يتصل بكلمة طبيب، كل ما يتصل بكلمة الجد، كل ما يتصل بكلمة الجمعة وهي أيام الأسبوع، ونكتب بقية أيام الأسبوع. التقويم على الدرس، ويقوم الطالب بحل هذا التقويم على الدرس، يستخرج كلمات بها لام قمرية وكلمات بها لام شمسية مع إملاء للدرس. بارك الله فيكم، أحسنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.